السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يكره قلة المال، كلنا يكره الموت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له رأي آخر. استمع معي أخي الحبيب لهذا الحديث وصحح نظرتك لقلة الرزق ولقضية الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب، وقلة المال أقل للحساب. نحن نعلم أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن 4 أشياء، منها عن ماله، فيما اكتسبه وفيما أنفقه. والسؤال هنا: هل هو بالدرهم أو بالدولار أو بالدينار يكون الحساب؟ لا، بالذرة. دقة الحساب يوم القيامة أخي الحبيب ستكون بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تصور هذا الحساب العظيم. أنت الآن كم ستعيش؟ لنفرض أنه بقي من عمرك 50 سنة. والله أن تصبر على قلة المال أفضل بكثير من أن تقف يوم القيامة لمدة 50,000 سنة لتحاسب على كل ذرة فيما اكتسبتها وفيما أنفقتها. هل تعلم أن مقدار رأس الدبوس فيه 1,000,000,000,000,000 ذرات، بل 1,000,000,000,000,000,000 ذرات رأس الدبوس هذا؟ ما بالك بكثرة المال؟ كلما كثر المال سيكثر عليك الحساب. لذلك من هنا النبي عليه الصلاة والسلام له فلسفة مختلفة جدا أيها الأحبة عما نعتقد ونظن. يعني اليوم نحن ننظر إلى الشخص الناجح أنه الأكثر مالا، حتى هناك قوائم تصدر بأغنى أغنياء العالم الذين يثيرون إعجاب الناس بهم، وطموح الناس يمتد إليهم. الكل يطمح لكثرة المال، الكل يطمح أن يصبح غنيا، مع العلم أن هذا الأمر شيء سيكون وبالا عليك يوم القيامة. لأن الله عندما خلقك أخي الكريم هو أعلم بحالك، وأعلم بما يصلح شأنك، وأعلم بمستقبلك منك، فاختار لك هذا القدر من الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. هذا الإله العظيم اختار لك هذه الكمية من الرزق، لا تعترض على ما اختاره الله لك، لا تقل لماذا ضيق الله رزقي ووسع لفلان، لأن فلان من الناس قد يطغيه هذا المال ويهلكه ويتعبه في الدنيا ويكون في الآخرة من أصحاب النار وأنت لا تدري. أنت ترى الزينة الخارجية، مثل قارون كان أغنى أغنياء عصره، عندما خرج على قومه في زينته الناس رأوا هذه الزينة، رأوا هذا الذهب، رأوا هذا المال، فتمنوا أن يكونوا مثله، ولكن لما خسف به قالوا الحمد لله أننا لم نكن معه، تبين لهم أنه الحق. فأنت ترى هذه الزينة، لا تعلم مصير هذا الشخص، كيف سيموت، كيف سيحشر، ما هي الهموم التي يعاني منها الآن، ما هي الأمراض التي يعاني منها، ما هي المشاكل التي يعاني منها في بيته مثلا. أنت تنظر فقط إلى الزينة الخارجية. لذلك من هنا النبي حذرنا
أن نمد أعيننا يعني مال الآخرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا الحديث هنا يصدق هذه الآية ويفسر لنا هذه الآية، أن قلة المال خير من الفتنة، أو عفوا قلة المال أقل الحساب، والموت خير من الفتنة. إنسان إذا طال عمره قد يتحول للإلحاد والعياذ بالله، قد يصيبه الغرور والتكبر فيطغى، يظلم، يأكل الربا، يرتكب المعاصي، يرتكب الفواحش، فيأتي الموت ليكون خيرا له من هذه الفتن التي سيمر فيها. لذلك لا تقل لماذا فلان عاش طويلا، فلان عاش عدد قليل من السنوات، فلان مرض ومات لماذا فلان، لا 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 تقل ذلك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. قل دائما كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني يا رب أنت اختر لي الرزق الذي يكفيني ويقنعني وترضى به عني، اختر لي اللحظة التي تتوفاني فيها على الإيمان، اختر لي دائما ما يصلحني وما أنت أعلم به مني. هذا هو حال المؤمن أخي الحبيب. لذلك إياك أن تطمح لكثرة المال على حساب مرضات الله، إياك أن تأكل الربا بهدف الربح السريع. هناك من الناس كثير من الأسئلة تأتيني، يريد أن يشتري بيت بالربا، يريد أن يقترض مبلغا ويدفع الربا، وطبعا يقول الحال ضيق وكذا وكذا وكذا. النبي هنا يحذرنا، يقول لك قلة المال أقل الحساب. يعني أنت الآن ليس لديك بيت، فكر بطريقة أخرى فقط، قل لماذا الله خلقني هكذا، ما هي الحكمة، لماذا اختار لي أن يكون مثلا ليس عندي بيت، لماذا اختار لي هذا الرزق القليل. صدقني أخي الحبيب، عندما تفكر بهذه الطريقة وتعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لك إلا الخير، وأن هذا هو الخير بالنسبة لك، وأن هذا الذي هو الشيء الذي يصلحك هو هذا، سوف تقتنع وترضى بقضاء الله. وأنا أقول دائما كثرة الرزق أو كثرة المال مثل الدواء، قد يهلك صاحبه. نسأل الله أن يعافينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.